كلها قاعدة بس مفيش أي حاجة متقلقش أنا اللي طفيتها. خد يا شبرو. أهلا يا عادل باشا. مين اللي عمل كده؟ تعالى معايا يا عبد العزيز، تعالى معايا على الاسم نعمل معاه. ما عنديش كلام أقوله يا باشا. يعني إيه؟ اسمعني كويس يا عبد العزيز وافهم الكلام اللي هقوله لك. اللي عمل العملة دي بيكرهك وكان ناوي يدمرك. المرة الجاية هيطولك أو هيطول أخوك أو أهل بيتك. لازم تتكلم وتقول لي هو مين. إذا كان في عداوة بينك وبين أي حد قول لي هو مين. وأنا هقدمه للنيابة وبالدليل كمان. اتكلم يا عبد العزيز. معلش يا سيادتك بس احنا نراعي بس الحالة النفسية وأنا وعد سعادتك إن أول ما الدنيا تهدى أنا هجيبه نعمل محضر في الاسم. ماشي. أنا هراعي حالتك النفسية. بس اعمل حسابك. مفيش شغل انتقام وعصابات وطار. فاهم يا عبد العزيز؟ أنا مستنيك في الاسم. قدر الله ما شاء فعل يا جماعه. زي ما بنينا مره هنبني 100 مره. صلي على النبي يا وليد. القعده هنا ما منهاش نفع. يلا بينا. يلا يا زيزو. لا انا قاعد. روحوا انتوا، انا عايز ابقى لوحدي. انا هقعد معاك مش هسيبك لوحدك يا زيزو. قاعد هنا من الفجر. روح يا وليد، عايز ابقى لوحدي. روح يا زيزو، ما منهاش حاجه. قلت عايز ابقى لوحدي. يلا وليد يلا. بعدها لك يا ولد خال. ما كنتش عامل حسابي يا اشكال. حاسس اني خدت حتة دين قلم ومش عارف ارد. حاسس اني متكتف. قطع يده اللي يمدها على سيد الناس. استعمال المجرمين. مين اللي ليه طار عندك؟ الشارع كله يا اشكال. حسبتها غلط. طلعت حمار. كنت فاكر ان هم هيقولوا لحد عندي واحسسهم اني كبرت. اطلبوا اعلي السعر واتحكم في السوق بمزاجي. بس هم فعصوني تحت رجليهم زي الصرصار. الله يرحمك يا ابو قالها ومات. اللي بلا ناس بينداس يا ولدي. مين اللي قال انك بلا ناس يا ولد خال؟ طب انا هكلم امي في البلد واقول لها تجيب اخواتها ومعاهم 40 راجل بالسلاح. عايزهم ميتة يا ولد خال. عارف مين اللي عملها ولا نولعها على الصغير والكبير؟ الله العظيم يا ولد خال. وقول قالتها مرة لخلي فلان شارع عبد العزيز يخشوا شحورهم ويعرفوا انك سيدهم وكبيرهم وتصير فيها رقاب. كلميهم يا شيكان.
بس احنا هنعمل حاجه اكبر من كده بكتير. الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه، واحنا في انتظار المعاينه. شكرا. خير يا باشا، انتوا عاملين لجنه هنا؟ خدت بطارك وحرقت الشارع يا عبد العزيز؟ بطارق ايه بس يا باشا؟ انا سيادتك كنت مسافر اهو، لسه راجع قدام سيادتك يعني، وادي الباسبور اهو. ملوش لزوم، انا متاكد انك انت كنت مسافر، بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو. ماشي، انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني، بعد اذنك ممكن نفتح؟ اتفضل. خمسين بدلة. دريت باللي حصل؟ العركة كانت وقرة قوي، شارع عبد العزيز كله اتكسر. واحنا مالنا؟ تعالي بقى، ما فرجت انا جبت لك من بلاد بره.